مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمتابعة تطورات العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش الوطني. ما إن أعلن المبعوث الأممي الوصول إلى خط النهاية لمشاورات الكويت، حتى أعلن الجيش الوطني بدء عملية عسكرية واسعة لاستعادة العاصمة صنعاء. في الصورة التي تظهر فيها العملية العسكرية يبدو المشهد ناقصا، إذ أن أي عملية عسكرية تهدف إلى أن تكون هي المشهد الأخير للأزمة والحرب في اليمن لابد أن تكون على كامل الجبهات، ولا تقتصر على جبهة واحدة مهما كان أهميتها وقربها من العاصمة. وهذا ما تنبه له الناطق الرسمي للجيش الوطني، وهو يؤكد أن ما يحدث في نهم ليس سوى رد على خروقات الميليشيا، وأن الجيش الوطني ينتظر القرار السياسي، وهو القرار الذي يبدو أنه لا يزال محكوما بإغراءات التوصل إلى حل سياسي على الرغم من فشل المحادثات. ما الذي يحدث في نهم والحدود إن لم يكن عودة إلى المسار العسكري؟ وما هي خيارات السلطة الشرعية بعد فشل جولة الكويت من المحادثات السياسية؟ هذه هي التساؤلات وغيرها سنناقشها مع ضيوفنا، ولكن بعد هذا التقرير نتابع. تزامن إعلان انتهاء جولة مشاورات الكويت مع إعلان الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة على البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. العملية العسكرية التي أعلنها الجيش اتخذت شكل المعركة الحاسمة، أو هكذا يقول قادتها العسكريون، ويفترض أنها تأتي في سياق العودة إلى المسار العسكري لتحرير العاصمة صنعاء وإسقاط سلطة الميليشيا بعد فشل المسار السياسي. وهو الأمر ذاته الذي كان يشير إليه الناطق باسم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، وهو يؤكد أن عمليات إعادة الأمل ستنشط من جديد بعد إعلان توقف المفاوضات، مضيفا أن التحالف العربي يدعم عمليات الجيش الوطني داخل الأراضي اليمنية، وفي نفس الوقت سيتصدى لما أسماه تجاوزات الميليشيا على الحدود السعودية. في المحصلة المبدئية لعمليات الجيش الوطني والمقاومة في نهم، تمكنت هذه القوات من تحرير عدد من المواقع العسكرية المهمة التي كانت تسيطر عليها الميليشيا، وأبرزها جبل المنار المطل على مركز مديرية نهم، وهو ما يجعل مواقع الميليشيا في المناطق المحيطة وفي مديريتي بني حشيش وبني الحارث في مرمى نيران المقاومة والجيش الوطني. الحدود مع المملكة العربية السعودية هي الأخرى تشهد مواجهات هي الأعنف منذ أسابيع، وقال سكان محليون إن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش السعودي وميليشيا الحوثي على الشريط الحدودي بين المملكة واليمن. هي العودة إلى المسار العسكري، ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة بعد. هل هذه العودة نهائية وستتواصل حتى العاصمة، أم أنها مجرد مناوشات للضغط على الميليشيا بعد إفشالها للمسار السياسي وإنهاء المحادثات بدون أي تقدم؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ حلقتنا من مأرب مع رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا وسهلا سيادة اللواء. الناطق الرسمي باسم قوات الجيش العميد سمير الحاج يقول أن العملية العسكرية لم تنطلق بعد، وأن ما يحدث في نهم هو مجرد رد فعل على هجمات الإنقلابيين، وأنت في حلقة الأمس قلت أنها بدأت العمليات العسكرية. نعم، مع الأسف الشديد يعني هو من غير المستحب أن يكون في هناك تضارب في التصريحات أو اختلاف، لكن المعروف في الميدان يعني هنا بحسب توجيهات رئاسة الأركان العامة، وهي هي على توجيهات عليا، أن العمليات العسكرية مستمرة حتى استعادة الدولة، حتى استعادة العاصمة ثم استعادة الدولة. هذا ما هو ما نعرفه حتى الآن، يعني إلا إن حصلت معجزة، إن استطاع المجتمع الدولي أن يصل بالانقلابيين إلى قناعة التوقيع على مبادرة الأمم المتحدة دون قيد أو شرط في ضوء المرجعية السابقة، وبدأت خطوات تنفيذية لهذا المقترح. هذا شيء آخر. من يريد الحرب؟ نحن لا نريد الحرب أبدا. الحرب ليست مستحبة. نعم. لدى الدولة الشرعية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر جندي. من يريد الموت؟ من يريد سفك الدماء غير هؤلاء الانقلابيين؟ يعني هذه هي القضية. سلام مطلبنا وخيارنا الأول. الحرب دفعنا إليها دفعا الانقلابيون برفضهم للسلام، بإفشال عملية السلام
الانقلابيون نجحوا بامتياز. هناك من يقول أن الحوثيين أو الانقلابيين فشلوا في التعامل مع الخيار السلمي. لا لا، أنا أقولهم لم يفشلوا في الخيار مع التعامل السلمي. اللي يفشل هو الذي رغبة في الذي لديه رغبة في تحقيق نجاح، يدخل الامتحان فيفشل لكنه يريد أن يمتحن. هؤلاء نجحوا في إفشال العملية التلمية، هم دخلوها لكي يفشلوها، دخلوا الحوار الوطني في مبنى صنعاء. عفوا على المقاطعة سيادة اللواء. نعم عفوا على المقاطعة سيادة اللواء، ما طبيعة العملية العسكرية الجارية الآن في نهم؟ عنوانها التحرير موعدنا. نعم. وأنا أعتقد أن العنوان دال يعني، ودلالته ابتعاد الدولة أنها عمليات عسكرية مستمرة ما لم تصدر توجيهات من القيادة السياسية العليا. الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية يعني كيانين منضبطين. الجيش الوطني اليمني نفذ أوامر القيادة العليا تنفيذا صارما وحازما، والقيادة الميدانية هنا ممثلة في رئيس هيئة الأركان العامة تمثل سلطة القيادة العليا، يعني تمثل القيادة الميدانية في ضوء توجيهات القيادة السياسية العليا، رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة ونائبه نائب القائد الأعلى. نعم. فإذا ما جاءت توجيهات بالتوقف ذاك شيء آخر يعني. هل نفهم من حديثك سيادة اللواء أن هنالك توجيهات من القيادة العليا ببدء عملية عسكرية، أم أنها مجرد رد على هجمات الإنقلابيين؟ هل نستطيع القول أن هنالك عمليات عسكرية واسعة ضمن خطة موضوعة وبالتنسيق بين الحكومة وبين التحالف؟ التحالف يدعم العملية الجارية يعني من خلال دعم الطيران. نعم. ومن خلال الدعم اللوجستي الموجود يعني. لكن أنا أقول بالنسبة للخيار، هل هي عملية يعني لن تتوقف حتى التحرير؟ هذا ما نعرفه، وهذا ما لدينا من توجيهات وأوامر عسكرية ميدانية. إلا إذا حصل شيء آخر فرئاسة هيئة الأركان العامة وهيئة العمليات الحربية والقيادات الميدانية تنفذ بلا تردد يعني. هذا ذلك موضوع آخر يعني. نعم، هل نفهم أن هنالك خطة موضوعة ومنسقة بين التحالف وقيادة الجيش اليمني؟ هل نستطيع قول هذا؟ طبعا يا أستاذة، من غير المنطقي ولا غير المقبول والمعقول أن تدخل الجيش الوطني في عمليات ليست وفق خطة، وأن يدخل في عمليات بهذا الحجم دون أن يكون هناك يعني تنسيق مع قيادة التحالف. هذا شيء طبيعي يعني، بدليل أن الطيران شارك في العمليات العسكرية الجارية وفي هذه العمليات الاستراتيجية الكبرى من دقائقها الأولى، بل ما هذا لها من خلال ضربات الطيران. نعم سيادة اللواء، على ذكر مساندة طيران التحالف للعمليات العسكرية التي تتم الآن 24 ساعة حتى الآن، 80 غارة للتحالف، هل يعني هذا أن التحالف قرر أن يذهب إلى آخر الطريق في المسار العسكري؟ التحالف طبعا وشأنه شأن قيادة الدولة الشرعية يعني، وشأن قيادة المملكة العربية السعودية والإمارات وكل الدول. نعم. يحبذون في المقام الأول الخيار السلمي، لا أحد يريد الحرب. وأنا كما قلت في البداية يعني أن الخيار الحرب دفع إليها الإنقلابيون، لأن نعم. الكرة وضعت في ملعبهم منذ انطلاقة المحادثات السلمية الأولى، وضع نعم. في ملعبهم هذا فكرة الكرة وضعت في ملعبهم، وكان بيدهم أن يجنبوا البلد هذا الصراع والدم والقتال، لكنهم أبوا إلا أن يختاروا طريق الحرب. نعم، إذن سيادة اللواء، الخيار العسكري يفترض به أن يشمل جميع الجبهات، فلماذا يتم التركيز فقط على جبهة نهم؟ وهل سيتركز العمل العسكري هناك فقط أم سيشمل جبهات أخرى؟ العملية العسكرية جارية في الجوف وجارية في مأرب وهي في تعز على أشدها، والقوات الجيش الوطني في لحج تدافع وفي الضارع. نعم. هناك العمل العسكري في أكثر من مكان منتشر. نعم. ولكنه في هذه المناطق الأخرى لا يأخذ طابع الهجوم كما هو عليه في الجبهة الشرقية للعاصمة، أي جبهة نهم. نعم، إذن تفضل. هي جبهة نهم والجوف تأخذ الآن طابع الهجوم والتقدم إلى الأمام
والسيطرة على مزيد من المواقع كرد على صلف الانقلابيين، وفي نفس الوقت بهدف استعادة الدولة. نعم، إذن سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. والآن ينضم إلينا من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيلي. مساء الخير سيد سليمان. أهلا، مساء النور والسرور لك ولزملائك والمشاهدين والكرام. أهلا بك سيد سليمان. شهدت المناطق الحدودية مواجهات هي الأعنف منذ فترة، هل هذا يشير إلى أن العودة إلى العمليات العسكرية بات هو الخيار الأقرب الآن؟ نعم، هو في الواقع في ظل الفشل الذريع للأمم المتحدة في إلزام الحوثيين بتسوية عادلة ومنصفة تنطلق من رحم قرارات الأمم المتحدة وجوهرها، بات الحسم العسكري، ولا أقول الحسم العسكري، بات الخيار العسكري، لأنه في كل الأحوال الحسم النهائي للأزمة اليمنية سيكون بالتفاوض وبالتسويات السياسية. لكن الأمر الآن محتاج إلى تعديل موازين القوى لإقناع الطرف الآخر بأنه اليمن لا يحتمل مزيد من الضغط العسكري ومن المعاناة. نعم. ولذلك فإن الأمر الآن أصبح واضحا وهو ما قلناه في الواقع، وقال كثير من المحللين والخبراء اليمنيون والسعوديون والعرب، إنه الأمر يحتاج إلى تعديل موازين القوى إجبار الحوثي وصالح على الجلوس بروح جادة لإقفال الأزمة اليمنية. نعم سيد سليمان، بحديثك على تعديل موازين القوى الآن وبعد ما يقارب سنة ونصف من بدء العمليات العسكرية للتحالف والجيش الوطني في اليمن، ما زالت هنالك مواجهات على الحدود. سنة ونصف لم يستطع التحالف، لم تستطع السعودية تأمين حدودها. لا، هو التأمين حاصل للحدود السعودية، لكن هذه المناوشات لها أهداف. نعم. منه الهدف الإعلامي الذي يراد أن يقال أننا يعني موجودون، ومنه الهدف السياسي أيضا، لأن الانقلابيين في واقع الأمر يريدون أن يقولوا أن الصراع سعودي يمني، وأنه ليس لهم خصم في اليمن وليس لهم يعني ند في اليمن، وأنهم هم أصحاب الحول والطول والقوة. نعم. ولذلك يلجؤون للحدود السعودية، ورأينا كيف أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بعد ساعات من إعلان المجلس السياسي ألقى خطاب مختلف تماما، توجه به بالمحبة والتقدير والاحترام للمملكة العربية السعودية لكيما تفتح معه حوار سياسي. نعم. وهو يريد بذلك حرف الأمور، حرف البوصلة، من أن تكون الأزمة اليمنية كما هي في الحقيقة والواقع هي أزمة وطنية، أزمة أنتجت حرب أهلية، يريد أن يقول أنها صراع سعودي. لذلك السعودية حريصة في أثناء عودة العملية العسكرية أن لا تستدرج إلى الانخراط في في العمل العسكري. وضحت الصورة سيد سليمان. نعم. تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث المحلل السياسي علي زكري. مرحبا بك سيد علي، ولعلك استمعت لحديث السيد سليمان. بداية، هل أنت معي سيد علي؟
نعم أهلا بك سيد علي. لو استمعت لحديثي مع سيد سليمان العقيلي الذي تطرق إلى أحد أهداف التحالف في اليمن وهي موازنة القوى على الأرض في اليمن، وسألته إن كان بعد سنة ونصف من العملية العسكرية الواسعة في اليمن لم تستطع السعودية تأمين حدودها وما زالت المواجهات تحدث حتى الآن، وما زالت القوى الانقلابية في اليمن لم تسلب قوتها على الأرض حتى تذعن وتوافق على حل سياسي، ما هو تعليقك؟ أنا يعني أتفق بداية مع كثير مما طرحه الضيف الكريم والذي استمعت إليه على الأقل، لأنه لم أستمع إلى كل الحديث، لكن فيما يتعلق بأسباب محاولات الانقلابيين نقل او تصعيد الامور على الحدود مع المملكه العربيه السعوديه، لكن نعتقد انه ايضا كان هناك اخفاق، يعني نكون صريحين وواضحين من قبل التحالف. اولا اخفاق في اعاده الشرعيه الى اليمن بالوقت القياسي وهو الهدف الرئيسي كان اساسا من التحالف، واخفاق ايضا نسبي في تامين الحدود حدود المملكه من الاختراقات الحوثيه، لما زال هناك اختراقات وعلينا ان نفي هذا. هذا من جانب. الجانب الاخر انه بالفعل نحن بحاجه الى تعديل موازين القوى. موازين القوى في الاساس هو لصالح الشرعيه اليمنيه اجمالا، لكن النقاط الرئيسيه انه العاصمه ما تزال بعيده للانقلابيين، وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون هناك حديث عن شرعيه في ظل غياب العاصمه. نعم سيد علي، تحدثت عن اخفاقات، ما هي اسباب هذه الاخفاقات؟ انا اعتقد انه الاسباب التردد الكبير في عمليه الحرس، هذا اولا. الامر الاخر انه طبيعة المنطقة الفاصلة بين المملكة والحدود اليمنية هي منطقة تجعل الحكم العسكري فيها يعني صعب إلى حد ما. نحن جميعا نعرف الجغرافيا في تلك المنطقة ونعرف ليس من السهل يعني أنه تسيطر على تلك الحدود ما لم يكن لديك قوات على الأرض وتدخل كامل بري على الأرض، وليس فقط عن طريق العمليات الجوية. نعم إذا سيد علي تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أعود لسيد سليمان العقيلي. سيد سليمان، هنالك من يقول أن فشل المحادثات في الكويت هو نتيجة لإحدى أسباب هذا الفشل، هو فشل في السياسة الخارجية السعودية، ما هو تعليقك؟ لا، هو في الحقيقة أولا اسمحي لي أعقب على كلام أخي الكريم علي، يعني فيما يتعلق بالعملية العسكرية. أولا ينبغي الاعتراف، وأنا قرأت التاريخ اليمني، أنه الحروب في اليمن أو المواجهات العسكرية في اليمن لا تنتهي بسهولة، لا من الناحية العسكرية ولا من الناحية السياسية. وإذا أخذنا مثال في ذلك ثورة 26 سبتمبر التي استمرت لأكثر من 5 سنوات، وينبغي وضع هذا في الاعتبار استنادا إلى الطبيعة الطبوغرافية والجغرافية لليمن وإلى أيضا تعقيدات المشهد السياسي وموازين القوى التاريخية. نعم. ولذلك فلا يتوقع في خلال سنة، ولم أتوقع أنا، يعني أنا خرجت في عدة قنوات وصرحت إنه في قناة الجزيرة إنه الحرب لن تكون قصيرة، وكتبت أيضا في حسابي في تويتر إنه على التحالف العربي أن يجهز تجهيزاته لأكثر من عام، هذا في الشهر الأول، ويعني كنا محقين. ونحن نعرف إن حروب اليمن ليست بالبساطة التي يتصورها البعض. هذا نعم أول. سيد سليمان، ولكن يعني هنالك من يقول أن بكمل الفكرة العسكرية. تفضل. ثانيا بالنسبة للعمل العسكري، لا شك أن الضغوطات الدولية وخاصة الأمم المتحدة التي طالبت بهدن وطالبت بتوقع تعليق العمل العسكري للمفاوضات وسمحت في الواقع كلها
سمحت في الواقع للانقلابيين بإعادة ترتيب أوراقهم الميدانية وبالحصول على إمدادات عسكرية وبتنظيم توزيع وحداتهم في الميدان اليمني. كل هذا حصل بسبب تعليق العملية العسكرية التي يعني ألزم بها الحكومة والتحالف أثناء المفاوضات وخلال الهدن. ولذلك ينبغي الأخذ بالاعتبار أن المنجز الذي تحقق حتى الآن خلال عام ويعني أقل من نصف يعني وخمسة شهور أنه عمل منجز جيد بالنظر إلى الاعتبارات التي أشرت إليها والاعتبارات الجغرافية والسياسية. لأنه الآن الحكومة تحت سلطتها الجنوب والشرق والشمال الشرقي وجزء من الشمال الغربي، باقي الوسط والغرب وهو مساحة قليلة، ولكنها يعني في الواقع الأمر يحتاج إلى جهود سياسية من قبل اليمنيين. يعني لا بد من الاعتراف أنه هناك يعني عدم اتفاق في الرؤية السياسية لدى اليمنيين وخاصة بين الجنوبيين والشماليين. نعم وصلت الفكرة سيد سليمان. دعنا نشرك معنا في الحديث سيد علي الزكري. سيد علي، هنالك من يقول أن هنالك محاذير تكبح خيار الحسم العسكري، هل لك أن تضعنا في صورة هذه المحاذير؟ يعني المحاذير جزء منها أشار إليه ضيفك الكريم ما يتعلق بالضغوطات الدولية والفيتو من قبل بعض القوى، لكن في الأخير أنا ما أريد أن أقول أنه التحالف طالما مقرر أن يتدخل بعملية عسكرية في اليمن لإعادة الشرعية كان ينبغي عليه أن يكون جادا وحازما. دائما نتذكر في الفترة الأولى أنه كان هناك قبول واسع من المجتمع الدولي هذه العملية، ولو أن الأمور حسمت باتجاه صنعاء أو لو أنه على الأقل حسمت باتجاه حسم الأمر في الجائز بعد أن حسمت في عدن لكانت الأمور انتهت إلى غير ما هي عليه الآن. وما رأيك بمن يقول أن التحالف إلى حد الآن لم يتخذ القرار النهائي والحاسم للتوجه نحو الحسم العسكري، وأنه يعتبر الأمر مجرد عصا للتلويح فيها لإنجاح العملية السياسية والخروج بحل سياسي؟ إجمالا بالتأكيد أنه أي عمل عسكري هو هدفه النهائي ينبغي أن يكون نجاح العمل السياسي وأحداث الاتفاق السياسي بين القوى المتصارعة. التحالف بالتأكيد يعني يدرك أنه وكذلك يدرك محله كيمنيين أنه في نهاية المطاف لابد أن يكون أن تكون النهاية السياسية في اليمن، لكن أنا أعتقد أنه الآن تغيرت الكثير من الأمور. التحالف أعطى فرصة كبيرة والمملكة العربية السعودية أعطت الفرصة كبيرة أخرى لإمكانية التوصل إلى هذا الحل السياسي عن طريق المفاوضات، ودخلنا في عدة جولات. أعتقد أن التصعيد الحاصل الآن وتفعيل أو إعادة تنشيط العمل العسكري على الجبهات هو يأتي في إطار ربما الإجبار الإنقلابيين على القبول بالحل السياسي، ثم أنه خلال هذه الفترة التي كانت هناك فيها مفاوضات، وأنا لدي معلومات موثقة أنه المملكة وكذلك الشرعية كانت تستعد لمعركة صنعاء، وهناك تجهيزات عالية المستوى سواء من المعدات العسكرية أو من الجند وما إلى ذلك. كل هذه الفترة كان هناك إعداد وإعداد كبير، حتى أنه بعض المراقبين يقول أنه التباطؤ أو سحب الدعم عن بعض الجبهات الداخلية في اليمن كان بسبب توجه هذا الدعم إلى جبهة تحرير صنعاء. أعتقد أنه الآن هناك عمل جاد وعمل مهم شكرا. إما أن تسلم صنعاء أو تحدث معجزة تقنع الحوثيين بالرضوخ السلمي. المحلل السياسي علي الزكري كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام نعود إلى دكتور سليمان العقيلي. دكتور سليمان، الكاتب السعودي طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط قال إيران انتصرت في اليمن، وفي سياق مقالته اقترح أن يترك الشمال للحوثيين وصالح والإيرانيين وأن يتم التوجه نحو الجنوب للتعامل معه بطريقة إيجابية
ليجدوا ثمار، أن لو تم التعامل مع اليمن ككل لن يخرجوا من هذه الدائرة المفرغة. ما هو تعليقك إن كان هذا هو رأي الكتاب السعوديين الذين هم السعودية التي تقود التحالف في اليمن؟ لا أختي الكريمة، أولا رأي الأخ الزميل الصديق طارق الحميد لا يعبر عن الرؤية السعودية الرسمية ولا حتى عن مجمل الرؤية السعودية أو التمنيات والطموحات السعودية الشعبية. أنا يعني نحن في السعودية في الواقع الأمر لمن لا يعيش السعودية أو لمن لا يتابع السعوديين لدينا جدل كبير وأحيانا نصل إلى حد الصراع في المجالات الفكرية والسياسية، وذلك تحقق بسبب الوسائط الاجتماعية السوشيال ميديا وبسبب أيضا الوعي السياسي للطبقة الشباب السعودي والأنتلجنسيا السعودية، وبسبب أيضا تعاظم الدور السعودي في المنطقة لأنه نعم. هذا يعني ينعكس على الداخل السعودي. إنما نعم. هناك وجهات نظر لا شك، وصلت الفكرة بهذه بخصوص هذه النقطة. واعذرني على المقاطعة سيد سليمان لأنه لم يتبقى لدينا وقت، وهنالك سؤال أخير مهم في أقل من خمس دقائق أو دقيقتين. في تصريح آخر لعسيري قال أن عملية إعادة الأمل ستختلف بعد فشل المحادثات عما قبلها، إلى ما كان يشير بالضبط؟ كيف يمكن لها أن تختلف؟ أنا في الواقع ليس لدي معلومات عن طبيعة العملية العسكرية، وانت تعرفين اختي الكريمه انه العسكريون يعني لا يعلنون عن خططهم واساليب عملهم، لكن انا نعم. اتوقع بصوره عامه أنا اتوقع انه بصوره عامه ان السعوديه تتفادى الانخراط في العمل العسكري الداخلي او في الاشتباك المباشر مع الانقلابيين، لان هذه في الواقع مسؤوليه اليمنيين. وانا اعتقد إن السعودية أو التحالف العربي سيقوي دعمه العسكري للحكومة للجيش نعم. الوطني للمقاومة الشعبية وأنا لا أستبعد وقد طالبت ذلك مرارا أن تمد الحكومة اليمنية في الطائرات لكي تعزز موقف جنودها على الأرض. نعم. إذن الكاتب السعودي سليمان العقيلي شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء من زوايا الحدث. بالأخير لا يسعني إلا نشكر ضيوفي، كان معي من مأرب رئيس الدائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف، وكان معي من دبي علي الزكري محلل سياسي، ومن الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدرة. نلقاكم على خير.